Along a straight wire carrying current I1 and a rectangular loop of wire carrying current I2 are both placed in the XY plane. The net magnetic force exerted by wire on the loop is in the direction of. احنا عندنا تيار I1 وفرع من اللوب قريب منه I2 نفس الشيء بس الفرع التاني بعيد شوي. هنا I1 لفوق وI2 لتحت، طالما عكس بعض يبقى بينهم ريبالشن، يبقى ادي القوة كده. الاتنين دول واحد اي واحد لفوق والتاني لفوق برضو، يبقى منهم اتراكشن. احنا بنتكلم على ده وده، النت اخباره ايه؟ ده يمين وده يسار، بس هنا اقرب ار واحد اقل من المسافة اللي هي ار اتنين، وبالتالي اف ون نسمي دي اف مثلا 1 ودي اف 2، اف 1 اكبر من الاف 2. طيب الاف نت هتكون اف 1 جهة اليمين، اف 2 جهة اليسار، وبالتالي الاتجاه هيكون يمين. طب استني بس على الاتجاه، فانه دايركشن يبقى في اتجاه البوزيتيف اكس اكسس اللي هي ايه؟